سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا على قناتكم لمسات سعاد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير، أحوالكم طيبة. وصفت اليوم عندي لكم واحد كيكة رائعة، كيكة ناجحة، كيكة بمذاق الكراميل هشيشة، وغادي تحبوها وغتولي عندكم كيكة يومية. شوفوا المقادير والطريقة بعد الفاصل. بسم الله، على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير ديال الكيك. عندنا 4 ديال البيضات، كأس ديال السكر، وكأس ديال الحليب، كأس ديال الزيت، و 3 كؤوس ديال الدقيق، كأس ديال الياغورت بمذاق الكراميل، و 3 خنيشات ديال الخميرة ديال الحلوة. بحال اللي كنقول لكم دائما، البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ باش ملي نجيو نخدموه يجينا ساهل حتى في الخدمه ديالو. هو من بين الاسرار اللي كيخلي الكيك ناجحه. كنضيفو كاس ديال السكر. هنايا المقدار او القياس ديال الكؤوس واحد الكاس، نفس الكاس، يعني مقياس ديال نفس الكاس هو اللي غادي نخدمو به كاع المقادير اللي عندنا. صافي، كنضربو داك البيض مزيان مع السكر حتى يولي كريمي بهذا اللون، هذا الابيض. عاد غنبقاو نضيفو الزيت بشويه بشويه. ثم غادي نضيفو الحليب، وحنا كنخلطو مزيان بالدراب الكهربائي. هاد العمليه يمكن لكم تعملوها حتى في الخلاط الكهربائي، ماشي مشكل، مهم يتخلط مزيان ويولي الشكل ديالو في الاول ديال البيض والسكر يكون الشكل ديالو كريمي. عاد نبقاو نزيدو في داك المكونات الاخرى اللي عندنا. ثم كنزيدو كاس ديال ياغورت بمذاق الكراميل، هذا هو اللي كيعطيه داك المذاق ديال الكراميل اللي قلت لكم كيجي رائع. ثم كنضيفو الكؤوس. نبداو بالكاس الاولاني ديال الدقيق، نغربلو هو الاول. الكاس الثاني، ثم كنغربلو 3 ديال الباكيات ديال الخميره، هادو بحجم 7 ديال الغرام الوحده، يعني تقريبا هنا عندنا 21 غرام. كنخلطوهم مزيان بالدراب الكهربائي نيت، ولكن بسرعه ناقصه شويه على السرعه اللي كنا خدامين بها في الاول. صافي، تي كنخلطو مزيان، وتشوفوا العجينه ولات كتهبط بحال الخيوط، عاد غادي نوقفو. هنا كناخذ اي مول عندكم اللي غادي تخدموه، غادي ندهنوه مزيان بالزبده وكنرشوه بالدقيق الابيض. باش كيجينا ساهل في عمليه ازاله الكيك ملي كيطيب. ناخذ داك العجين ديال الكيك، غنحاولوا نصبوه وحنا كنرفعوا العجين الفوق، يعني كيهبط من الفوق لتحت باش كنحيدو منو داك الهواء اللي كيكون داخل الكيك. ثم كنضربو بها شي شويه بهذه الطريقه هذه، وكندخلوها للفران اللي كيكون سخناه شويه بدرجه حراره 180، كنخليوه حتى كينتفق، عاد كنشعلوه من الفوق يتحمر. هنا كناخذ واحد 150 غرام ديال الشوكولا بيضاء، كندوبوها في باماغي، وكنضيفوا ليها كاس ديال الياغورت كراميل، ونخلطوهم مع بعض. هذا هو الغاناج اللي غادي نزوقوا به الكيكه من الفوق. كتشوفوا كيفاش كيولي بهذا الشكل هذا.
صافي ملي كنخرجوا الكيكه كنخليوها واحد شويه ما نتعطلش عليها بزاف، غير واحد شويه باش تجينا سهله اننا نحيدوها. كنقلبوها في واحد الطبسيل، ثم كنخويو عليها داك الكناج ديال الكراميل مع الشوكولا بيضاء. كيجي هاد الكناج بواحد المذاق جد رائع وكيعطي الكيكه لذة وليونة. صافي كنخويوه كله، داك الكميه اللي عندنا كنخويوها كامله على كيك باش كتشرب مزيان الكيكه. صافي من بعد كنزينوها بشويه ديال اللوز الفيلي من فوق او الكاوكاو ولا باش ما حبيتو، لكم كل اختيار في التزيين. هيدا كنكون وجدت معكم كيكة هشيشة بالمذاق الكراميل، وكنقول بأن عشاق الكراميل غادي تعجبهم بزاف هاد الكيكة هادي. ما تنساوش لايك وكومنتير وبرتجوها مع أحبابكم وأصدقائكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة قصد التشجيع، وغنخليكم في بعض اللقطات من فيديو ديال فلوق أصيلة، بعض القطات الجميلة اللي كنت خليتها. اللي مازال ما شاف الفيديو غادي نخليكم الرابط في آخر الفيديو وكذلك في صندوق الوصف. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا جزيلا.